دكتور خالد، يعني لو خدنا من كلام الدكتور محمد فيما يتعلق ان نسبة الولادات القيصرية ايضا هي في ارتفاع في المستشفيات الحكومية، ووجهة نظر الدكتور خالد الدكتور محمد يتبناها كثير من اطباء النساء والتوليد، ان هي لو كتير في المستشفيات الحكومية فمعناها ان طلعنا من فكرة ان الامور المادية هي اللي تحكم الموقف. كثير من الناس يقول لك لا بقى، هو الموضوع مش مادي بس، مسألة الوقت ايضا، حتى لو في مستشفى الحكومة كمان ممكن في كثير من الحالات يولدها طبيعي، لكن فكرة انه ما عندوش وقت يصبر على الحالة فبالتالي اضطر للقيصري. هل هذا صحيح ده ام لا؟ يعني موضوع الوقت ده حتى في الحكومة. حتى في طب هو الحكومة في الحكومة هو مش ملزم ان هو يقعد معاها لغاية ما تولد، ممكن يقعد معاها وبعدين يسلمها لو دكتور تاني يكمل معاها بعد ما يبلغوا بالتفاصيل بتاعتها والظروف لكن هل بتاعتها تنكر ان يكمل مسألة معاها. الوقت ايضا عامل فمسألة كبير؟ الوقت موجودة، بس الحقيقة مش موجودة في المستشفيات الحكومية. مسألة الفلوس مش موجودة في المستشفيات الحكومية. انا عايز بس اطلع في لا، حضرتك قلت مسألة الفلوس مش موجودة في المستشفى الحكومية، طبعا لكن ما بياخدش لا يتقاضى اجر عامل الوقت موجود. وغير موجود في المستشفيات الحكومية، لا موجود لان يا فندم. لا يا فندم مش موجود ازاي حضرتك؟ بأي منطق. ده انا كثير في من الاطباء اصلا ما الراجل، بقاش طيب متواجد في المستشفى طول الوقت، يعني الراجل لا، يعني هو بيجي بيسلم منكر طبيب يعني. زميله، بيسلم طبيب ثالث. احنا نعم، كنا بنقعد 10 فممكن يسلم في طبيب مقيم، لكن المنتجيه. لابد الاخصائي يكون موجود. الاخصائي موجود 24 ساعه، الاستشاري موجود 24 ساعه، في نواب. انا والله بتكلم على تجربه انا عشتها في مستشفيات انا اشتغلت فيها، الشيخ زايد التخصصي، مستشفى بلاد دكور، مستشفى امبابه، مستشفى اكتوبر، كل المستشفيات دي انا اشتغلت فيها. لم يكن في اي يوم من الايام انا لوحدي وانا صغير كنت موجود في مكان كان اكتر طب من واحد إلى يكون ما مركز. ترجع هذه النسبة واطباء العالية؟ النساء من اكثر الاطباء عددا في وسط التخصصات كلها، نعم. يعني احنا عندنا وفره في اطباء النساء لدرجه اللي تقول لك ان لا بيبقى في النبشيه. انا بس عايز المدخل الاول عشان خاطر اقول حاجه. تدرج زياده نسبه الولاده القيصريه مقارنه دلوقتي مقارنه بزمان هو حقيقه مجحف الحقيقه، نعم. لان لماذا؟ طبيعي جدا تزيد نسبه الولاده القيصريه دلوقتي عن زمان، بدليل ان احنا لو شفنا نسبه وفيات المواليد ووفيات الامهات اثناء الولاده زمان كانت قد ايه وهي موجوده دلوقتي، هنشكر اللي اخترع الولاده القيصريه دي، نعم. هنقول له شكرا ليك، لان في حالات بيستحيل فيها الولاده الطبيعيه، زي ان البيبي نازل بشكل مقلوب مثلا، نازل بالعرض مثلا، ان في سيدات مثلا عندها سكر حمل غير منضبط والموضوع هيدخل معاها في مضاعفات لو الحمل ده كمل، زي ان تدخل في ما يسمى تسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم اللي اتكلم عليه استاذنا الدكتور محمد. فزي تاخر سن الزواج، تاخر سن الزواج دلوقتي السيدات دلوقتي يمكن في المركز الهيئه العامه للاستعلامات طلعت بعض التفاصيل اللي قالت ان اكثر من حوالي 6 مليون سيده فوق ال 35 سنه لسه ما اتجوزتش. الستي دي لما بتتجوز بتبقى فرصها قليله انها تعوض الحمل ده، فبنسمي البيبي بتاعها بيبي نفيس، تمام، او بيبي غالي. فما بناخدش ريسك فيه، وده موصوف في الكتب وموجود في كل حاجه، والدكتور محمد يقول لنا لازم تولدها قيصريه بحيث ان انت ما تعرضهاش وما تعرضش البيبي للخطوره والمضاعفات الطبيه اللي ممكن تخلي البيبي ده تفقده وما ينفعش تعوضه في سنين عمرها الباقيه. زي زياده نسبه الاخصاب المساعد والحقن المجهري في مصر دلوقتي، كان زمان في سيدات ما بتحملش خالص، دلوقتي بنعمل لها حقن مجهري وبتحمل. الست دي برضه البيبي بتاعها بيبي غالي ونفيس ومهم جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لها، فبرضه بنخش ولاده قيصريه، وكمان بتزيد نسبه التوائم في الحالات دي، فبنخش نسبه ولاده قيصريه. هرجع لك تاني بس انا عارف النقطه واحده بتاعت واحده بس حضرتك. واحده واحده، تمام. احنا النهارده يا دكتور لسنا ضد ولاده القيصريه في المطلق، بالظبط. انا لكن انا ان احتاج الطبيب، انا ان احتاج عايز الطبيب، اسمح لي سيدي، ان احتاج طب الطبيب انه يولد ولاده قيصريه مفيش مانع، لكن ما يبقاش الاصل دلوقتي هي الولاده القيصريه. انا ضد. طيب تفضل. انا ده كل ده كان مدخل علشان خاطر في بعض الناس بتتكلم يقول لك زياده نسبه القيصرات عن زمان، ما لا ده مبرر وموجود في كل الدنيا. في ناس بتتكلم لدرجه ان الموضوع ولاده القيصريه دي اتشيطنت عند الناس، وبقت ولاده القيصريه دي كانها جريمه. لا، ولاده القيصريه دي بتحميك وبتحمي جنينك في كثير جدا من الاحيان، تمام، وفي ضروره وقتيه ولحظيه وطبيه استدعت ان زياده نسبه القيصريه تكون موجوده. عايز اقول لك على حاجه بسيطه خالص كانت بتساعد زمان في الولاده الطبيعيه وامكانياتها دلوقتي مش موجوده. عارف انت القعده الحمام البلدي بتاعت زمان دي اللي احنا كنا بنقعد عليها بشكل ما، دي كانت بتمرن عضلات الحوض وبتعمل استرتشات كويسة قوي، فبتسهل عملية الولادة الطبيعية عند السيدات. طبعا ده مش موجود دلوقتي. انا بقول لك في فنيات بسيطة حتى كمان كانت بتساعد زمان وما بتساعدش دلوقتي. طيب هندخل بقى في المشكلة. المشكلة الدكتور محمد طبعا جاب حتة مهمة جدا وقال لك ان نفس النسبة الزيادة دي موجودة مصر، طبعا هي واحدة من اربع دول فوق ال 50% زي مع البرازيل مع تركيا مع الدومينيكان. طيب هل كل الدول من العالم الثالث بس اللي موجوده في؟ لا، في امريكا فيها النسبه فوق 30%، في انجلترا النسبه فيها 26%، تمام. لا، في مسائل تانية. ايه المسائل التانية؟ هل الاطباء، بعض الاطباء بيبحثوا حول الربح الزياده في الوسائل القيصريه؟ ده حقيقي موجود لا ننكره، طبيعه بشريه لما هيشوف ان هو هيكسب من مكان وكذا. ما اقدرش اقول لك كل الاطباء هيبقوا عندهم يعني العزيمه ان هم، لا، في اطباء ممكن تغريهم شويه الحكايه دي، وعشان كده احنا هنحط لها علاج دلوقتي.
هل الاطباء برضو بنسألت الوقت دي بالنسبه لهم احيانا بتخليهم يلجأوا شويه؟ اقول لك لا انكر ان ممكن يحصل في وقت من الاوقات, شفتش ده بعناية, بس انا بقول لك كافتراضيه ان ده ممكن يحصل. لكن في اسباب ثانيه, اول سبب واهم سبب موجود دلوقتي هو الخوف من المسؤوليات الطبيه المتزايده دلوقتي. دلوقتي اي مضاعفه ولو بسيطه الناس ما بقتش تتحمل على طول الشكاوى. عملنا انا عضو لجنه تدريب المهنه في نقابه الاطباء, عملنا مره احصائيه عن نوعيه المشاكل الشكاوى اللي بتقدم ضد الاطباء, لقينا ان 80% من الشكاوى اللي بتقدم ضد اطباء ضد دكاتره نساء فقط. ضد دكاتره نساء فقط. صحيح ان في مضاعفات في الولاده القيصريه, لكن الام والابن بيطلعوا سلام كويسين غالبا يعني. لكن الولاده الطبيعيه المضاعفات اللي بتحصل فيها مضاعفات خطيره جدا, تؤثر على البيبي بشكل مباشر وتؤثر احيانا على الام بشكل مباشر. انت بتتعامل زي ما بقول لك كده, الدنيا مقفوله, انت فاتح البطن مثلا والدنيا شايفها قدامك, بتبقى اسهل ليك كجراح. التبعات بتاعه الولاده القيصريه بتتحملها ست لوحدها, لكن بعد كده, لكن تبعات الولاده الطبيعيه الخطيره جدا قد تتحملها السيده او تتحملها الابن نفسه. فالناس طبعا بتيجي من توقعات الاصح ايه الولاده الطبيعيه ان كانت مؤهله لذلك, الولاده الطبيعيه الاصل وكل سيده زي ما انت بتقول خوف الناس من الولاده الطبيعيه. لا 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 خالص, انا مش حاجه خالص, انا بقول ان لازم يكون دكتور متخصص يقدر ان هو يقدر الظروف ويقدر يقدر كل حاجه. ولابد من وجود قانون للمسؤوليات الطبيه, في ثلاث مشاريع قوانين موجودين في البرلمان دلوقتي بيقدروا يحموا المريض او السيده, هي مش مريضه بالمناسبه, السيده الحامل من الدكتور اللي ممكن يتغول ويعمل ولاده قيصريه بدون بداعي.